تيك توك يريد أن يكون أكثر من مجرد تطبيق للفيديوهات القصيرة والرقص ومقاطع المقالب والتحديات، يسعى أيضا للتحكم في مختلف اهتمامات واتجاهات الإنترنت. لاحظ تيك توك أن شريحة كبيرة من الجيل الجديد جيل زد يبحثون عن المعلومة على المنصة بدلا من جوجل، لذا عمل على تطوير محرك البحث وترشيح كلمات مفتاحية تعرض المزيد عن القصة في مقاطع أخرى بحيث لا يغادر المستخدم تيك توك. خلال الشهر الماضي أطلقت المنصة الصينية خدمة بث الموسيقى تيك توك ميوزك في إندونيسيا والبرازيل بشكل مبدئي، وتخطط لمنافسة عمالقة بث الموسيقى سبوتيفاي وأبل على حصة السوق العالمي. في أول العام عقد تيك توك شراكة مع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت IMDb لتقديم معلومات أكثر حول الأفلام والأعمال المفضلة للمستخدمين من داخل هذه المنصة، بما في ذلك المراجعات والتقييم النهائي. أخيرا تخطط تيك توك لمضاعفة حجم أحمالها في التجارة الإلكترونية وإطلاق منصة بيع بالتجزئة في الولايات المتحدة لبيع الملابس والسلع الصينية ومنافسة متجر الموضة السريعة شيئن وكذلك أمازون. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.